لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. ومع الإفسين 23 والذي يقال من أجل تبريك عمل أتون، إلى الرب نطلب: يا رب ارحم. أيها السيد الرب إلى هنا الساكن في الأعالي والناظر ما هو أسفل، يا من باركت بيت لابان بدخول يعقوب إليه، وبيت فطفار بدخول يوسف إليه، وبيت عبيد أدوم بدخول تابوت العهد إليه، يا من بتأنس مسيحك قد صرت خلاصا لبيت زكا، أنت يا رب بارك هذا الأتون واحفظ العاملين فيه بخشيتك، وصنهم سالمين من كل الأشياء المضادة، وأرسل عليهم بركتك من أعالي مسكنك، مباركا ومكثرا أعمال أيديهم، لكي نشكر نحن أيضا معهم ونمجد اسمك الكلي قدسه، أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين، آمين.